قناة الاهلي في كل مكان، ولقاء هام جدا طبعا مع المستشار رجاء عطيه، المستشار الكبير، وايضا استاذ عماد وحيد عضو مجلس الاداره. برحب بحضرتك في البدايه. اهلا وسهلا. اهلا برحب بيك طبعا استاذ عماد. الحقيقه انا بعد شيء مهم النهارده، تواجد المستشار رجاء عطيه اكيد شيء مهم. عاوز اقرر قدام انا تاريخي قليل قوي بالنسبه لمساله المستشار رجاء عطيه والاستاذ كما يحب ان نلقبه الاستاذ عالم فقيه القانون المستشار رجاء بيه عطيه. عاوز اقرر ان الاستاذ رجاء عطيه اخذ على عاتقه ايا كانت اي من كان قد كان له مداخله، عمل لائحه للنادي الاهلي تليق بقيمه وعراقه 110 سنه، وتبقى قيمه النادي الاهلي قيمه رموزها القانونيين. انا كان لي الشرف ان انا بلعب كوره مع سياده الاستاذ رجاء عطيه في فريق الشمس وكنت صغيرا، وكان قدوه من ايام ما كان في القضاء العسكري، رجل الكلمه ورجل الحق، وانا مش بزايده لان انا مش عاوز منه غير ان انا اشوفه بصحه وسعاده، لكن انا لازم اقرر امام اعضاء الجمعيه العموميه ومشاهدي قناه الاهلي وكل محبي النادي الاهلي في اي مكان ان الاستاذ رجاء عطيه اخذ على عاتقه مسؤوليه هذه اللائحة من الألف إلى الياء. وعندما كانت له مداخلة في أنه كان يعلم تماما أننا نحترم قراره، بعد مشاورته لزملائه أو من كان معه في اللجنة، ولم يكن هناك أي خلاف على إطلاق ما صدرت بعض وسائل الإعلام، لأن تبقى قيمة الأستاذ رجاء عطية اسم كبير في عالم القانون واسم كبير كمان آخر عناقيد الزمن الجميل في النادي الأهلي. طبعا بس عاوز اقول العناقيد لا تنتهي، هيفضل النادي الاهلي يفرغ ويفرخ وهيطلع منه عناقيد زي الفل. يعني النادي الاهلي ما هوش قاصر على جيل، النادي الاهلي تاريخ عريض من 110 سنه، هو اللي موجود النهارده هو اللي موجود هيبقى بعد 100 سنه، ده النادي الاهلي. ادي واحد. رقم اتنين، هو اخويا عماد تحدث عن فريق الشمس. انا عاوز اقول لكم ان انا فريق الشمس ده وانا بعكوك لسه لعبت مع ابو حباجه، ولعبت مع الدزوي، ولعبت مع فؤاد صدقي، ولعبت مع محب يوسف، لعبت مع فتحي خطاب، لعبت مع توتو، لعبت مع صالح في اواخر، لان صالح من يعني من فرق السن، واحمد سقراط ومراد نديمه، حواديت كتيره جدا. يا ترى انا طلعت كده شيطاني؟ لا، احنا طلعنا خدنا من اللي قبلنا وبندي اللي بعدنا. النادي الاهلي والناس مش فاهمه الشعار صح، حينما يقال النادي الاهلي فوق الجميع، لا يقال ان النادي الاهلي فوق الترسانه او فوق الزمالك او فوق السكه الحديد، لا، النادي الاهلي فوق الجميع المنتمين الى النادي الاهلي. انا عارف ان حضرتك سجلت معانا منذ لحظات، بس كان على عاتقك هم كبير جدا هو المشاركه في اعداد هذه اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، وكان شيء من غير ما اقول يعني انتقاص لحد، لا، مش مشاركه، لا توجد مشاركه، انا قمت بهذا العمل لوحدي تماما. وانا سالت على الاستاذ الصديق محب عبد المجيد محمود، فقيل لي ده في ابو ظبي، وبالتالي لم يكن معي. الاستاذ علاء مشرف قال انه شيء مهم جدا توضيحه، قالوا لي بلغني محمود طاهر وعماد انه محرج مع اللجنه الاولمبيه، فقمت بهذا العمل بمفردي. لغط وكلام كتير الفتره اللي فاتت، المستشار رجاء عطيه قال طلع بيان، المستشار رجاء عطيه طلع بيان اخر ثم بيان ثالث، اللغط ده ليه؟ كان شايفه اللغط اللي عاوزين يعملوا لغط. انا عملت خمس بيانات، الخمس بيانات دي يحدوني حاجه واحده بس، مصلحه النادي الاهلي، لا مصلحه علي ولا زيد ولا عبيد. اول حاجه لما لقيت ناس بتاخد، لانه البيان الاولاني ده كان بناء على رغبه المهندس محمود طه، انه يبدو انه كان هناك من يطالبه بانه يتحط بند الثمان سنوات، فهو لما انا اصريت على الراي اللي انا ابديته في الاجتماع الاول معه ومع عماد وحيد، قال لي خلاص هل عندك مانع تقول هذا الكلام في التلفزيون؟ قلت له اطلاق. قال لي طب قناه الاهلي هتتصل بيك وتعمل تقول اللي انت عاوزه. انا في الخارج جينا الفجر قناه الاهلي ما اتصلتش، واخر وصيه ليا من المهندس محمود طاهر ان انا اقول رايي، فعملت البيان الاول عشان اقول انه اللائحه التي اعددتها ما فيش فيها لا بند 8 سنوات ولا فيها الحيلوله دون احد ايا كان ونزول الانتخابات، دي حاجه اولانيه. البيان الثاني، في ناس ما هواش غايبه عنكم استغلت البيان الاولاني عشان هي بتهاجم النادي الاهلي من شهور،
نادي مجلس الاداره تحديدا يعني، فنسبوا الى البيان ما ليس فيه. فانا رحت مطلع البيان الثاني، قلت ان الناس دي اولت البيان بما ليس فيه، وان البيان ده لا يحمل اي اساءه ولا انتقاد لا للمهندس محمود طاهر ولا للاستاذ عماد وحيد اللذان كلفاني باعداد اللائحه، وختمته بانني اكن واعلن انني اكن لهما كل محبه وتقدير. ده البيان الثاني. البيان الثالث تردد بقى انه اللجنه الاولمبيه متربصه بالنادي الاهلي وعاوزه تبطل الايه الجمعيه. قريت الموقف كده حضرتك؟ لا يا فندم انا قريته، مش قريته، هو كده فعلا، هو كده. ما دي يعني تهديدات اللجنه الاولمبيه كانت مذاعه ومعلنه يعني، وانا بتابع في الخارج على ما يجري من عن طريق الانترنت. فطلعت البيان الثالث. انا ما قلتش ان اجتماع الجمعيه على يومين غلط ولا انه يخالف القانون، انا قلت نفوت الفرصه على ضرب كرسي في الكلوب، خلوها على يوم واحد. اما بالنسبه للشيخ زايد، اعضاء الشيخ زايد اعملوا صناديق مستقله ويبقى على حسب ما يشوفوا، وعلى اللجنه الاولمبيه اذا ارادت ان تبطل اصوات الشيخ زايد ان تتحمل المسؤوليه في الواقع والقانون، ولا تحملها لمجلس اداره النادي الاهلي. بيان الرابع، مجلس اداره النادي الاهلي تشاور والتقى انه على يومين، انا بقى ابن النادي الاهلي ها، فخلاص يبقى رحت معلن عشان الناس لا تتشتت، رحت معلن ان اجراء الجمعيه على يومين لا يخالف في القانون، وانه انتخابات رئيس الدوله بتجرى على اكثر من يوم، وانتخابات مجلس النواب الشعب سابقا بتجرى على اشهر مش على ايام. نمره اتنين، احنا مش رايحين لا ننتخب محمود طاهر ولا ننتخب رجائي ولا ننتخب محمود الخطيب، احنا رايحين نصوت على اللائحه، واللائحه دي لو لم نوافق عليها يبقى هتطبق علينا اللائحه السرديه. البيان الخامس والسادس دعوه لزملائي واصدقائي وصديقاتي اعضاء الجمعيه العموميه عشان يجي يحضروا، عشان يبقى مثل لكل الانديه ان اعضاء النادي الاهلي وراء النادي الاهلي. كلام مهم قوي يا استاذ عماد. الحقيقه انا عاوز اضيف حاجه علشان اكون منصف. المستشار عبد المجيد محمود عندما استقبلته للزياره لقراءه اللائحه قال لي بالحرف الواحد ما سطره الاستاذ رجائي عطيه، لا يمكنني مراجعته، وهو ربنا يديله الصحه في 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 الساحل الشمالي وسامعني، وحصل اتصال هو اللي طلب انه يتصل بالاستاذ رجائي عطيه علشان يقول له هذا الكلام، ودي شهاده حق وحاسبني عليها ضميري وحاسبني عليها كمان التاريخ. اضافه للي قاله السيد الاستاذ رجائي عطيه، ليه احنا هنا النهارده؟ حضرتك لو عملت استطلاع راي للاعضاء، مع كامل احترامي لرجائي بيه وحقوقنا اللي ادهالنا، واكثر ما لمس قلبي انه قال ان كلنا موجودين النهارده مش عشان محمود طاهر ولا عماد وحيد، ممكن نكون موجودين لرمز زي رجائي عطيه، لكن احنا موجودين النهارده علشان نعمل للنادي الاهلي لائحه تليق بقيمة وعراقة ورقي 110 سنة. أنا حاجة صغيرة فيها. الناس النهاردة حضرتك لو سألتها قالوا إن إحنا لو في الانتخابات قصرت على الجزيرة أو التصويت قصر على الجزيرة ما كناش هنروح، لأن إحنا بنعيش حالة من المعاناة المرورية. فعلا في حالة سعادة عندهم إن موجود النهاردة ليهم في كده، ورجائي بيه يشهد عليا إحنا مش عاملين كده علشان نعادي حد، لكن إحنا نادي مشهر باعتراف مديرية الشباب والرياضة بالجوابات التي حضرت وردت إلينا في مناسبات أخرى إن هذا ليس فرع، هذا مقر. أنا لو بتكلم بالفروع ما كان رجائي بيه اللي استشرناه وأدخل علينا ما لا نعلمه في القانون، كنا قلنا له يا سيادة الأستاذ الفقيه هل يصير عمل لجنه في الشيخ زايد؟ احنا من نفسنا ما عملناش لجنه في الشيخ زايد، لان ما ينطبق على كلمه فرع ينطبق على الشيخ زايد. بعد الكلام الطيب اللي قاله الاستاذ عماد، انا في ناس بيقولوا قالوا اشمعنا النادي الاهلي يعني؟ طب ما هو النادي هليوبلس ما عمل في مقر واحد. في ثلاث عناصر مهمه جدا. الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اكبر جمعيه عموميه بين جميع انديه مصر. يعني عدد اعضاء الجمعيه عدد 137,000، عشان كده النصاب بتاعها اعلى من هليوبوليس واعلى من الزمالك. الى ادي اول فاكتور او اول عامل.
العامل الثاني انه مقر الجزيره ليس بالسعه بتاعت نادي هليوبوليس، نادي هليوبوليس مترامي الاطراف، خلاص؟ مقر الجزيره اتخنق من جميع النواحي، وبالتالي انا مسميه مقر مخنوق، عشان كده النادي الاهلي فتح. العنصر الثالث انه حول نادي هليوبوليس مصر الجديده، منطقه مفتوحه حول مقر الجزيره للنادي الاهلي كل سره البلد، وبالتالي انت مش بس هتعمل ازمه داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره، انت هتعمل ازمه لكل مصر ولكل القاهره ولشرايين المرور فيها. شكرا يا جابي. شكرا استاذ عمي. شكرا، الف شكر. طبعا اذا هو يوم